السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعي قناة كويزين ماريا. نتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كوب كيك بشوكولا وبكريمة الزبدة، كيجيوا رائعين، كيعجبوا الكبار والصغار، والمقادير ديالهم في المتناول للجميع. مهم ما نطولش عليكم، نخليكم تتبعوا المراحل كلها في الفيديو، المقادير مع طريقة التحضير. تفضلوا معايا. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج نص ربعة ديال الدقيق، نص كاس ديال القهوة طيبة أولا سريعة الذوبان، واحد البيضة، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيدة، نص كاس ديال الحليب، 40 غرام ديال الكاكاو المر، من الأحسن يكون القهوي ماشي الكحل، خمارة واحدة ديال 8 غرام، قبصة ديال الملح. والتحضير كريمة الزبدة غادي نحتاج 115 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، 200 غرام ديال السكر كلاصي، واحد ساشي ديال الفاني أولا الفاني السائل إلا توفر، 40 غرام ديال الكاكاو ومعلقة ديال الحليب. بالنسبة للطريقة غادي ناخد واحد الإناء، غادي نخلط فيه النواشف كلها، غادي نخوي نص رابعة ديال الدقيق أو 125 غرام مع كاس عنبة ديال السنيدة، غنزيد عليهم قبيصة ديال الملحة، 40 غرام ديال الكاكاو، تقريبا جوج معالق مملوءة جيدا، غادي نزيد الفاني، وغادي نزيد الخميرة، غادي نخلط الكل حتى يتمازجوا النواشف كلها مع بعضياتها، وغنحطها على جنب، وغادي نحضر دابا السوائل. في إناء آخر غادي نخوي الحليب اللي غادي يكون بارد من طبيعة الحال، غنزيد عليه واحد البيضة، نص كاس ديال زيت نباتية، ونص كاس ديال القهوة، وغادي نخلط الكل حتى نحصل على خليط متجانس، غادي نضربو غير بالطراب اليدوي كيف ما كتشوفو، ما غاديش نحتاج الطراب الكهربائي. من بعد غادي ناخد الخليط ديال النواشف، غادي نزيدو على السوائل، وغادي نعاود نخلط مزيان، وغادي يجيني الخليط في القياس هو هذاك، ما غاديش يجيني لا جاري بزاف ولا قاسح بزاف. الا تبعتوا المقادير مضبوطه بالعبار غادي يجيكم الخليط في هذا القوام هذا اللي كتشوفوا قدامكم. والا الدقيق اللي عندكم ما كيشربش مزيان وبان لكم الخليط جاري شويه، زيدوا واحد جوج حتى ثلاثه د المعالق الدقيق. من بعد غادي ناخد حبيبات الشوكولا اولا لي بيبي دو شوكولا، غادي نزيد تقريبا واحد جوج المعالق مملوءه جيدا، وغادي نحركهم من التحت للفوق حتى غادي ندخلهم مزيان في الخليط، ومن بعد غادي ندوز باش نخويهم في القوالب ديال لي كوب كيك. كيف ما كتشوفوا انا استعملت هنا القوالب على هذا الشكل، هذا تقدروا نتوما تستعملوا القوالب الورقيه اللي كدار في المول وتديرهم بنفس الطريقه. انا خويت هنايا الخليط ديالي في هاد الكاس على هاد الشكل هذا باش يجيوني ساهلين باش نعمرهم وما يتخواش ليا على جناب. كنعمر القوالب ديالي حتى كنفوت النص بواحد شويه، والفران كنكون ديجا مسخناه على حراره ديال 180 درجه، وكنكمل بنفس الطريقه حتى غادي نعمر القوالب كلها. وندخلهم يطيبوا، ندير الطاوة ديالي في الوسط ديال الفران، ونشعل عليهم من الفوق ومن التحت، ونخليهم تقريبا واحد ما بين ربع ساعة حتى 20 دقيقة على حسب الفران. مهم نتوما حضيو معاهم في الفرن، كيخرجوا لنا تقريبا ما بين 12 حتى 14 كوب كيك على حسب المول اللي غادي تستعملوه واش كبير ولا صغير. صافي كيف ما كتشوفوا كيجيو منفوخين على هذا الشكل. صافي كنخليهم يطيبوا، ندوز نوجد كريمة الزبدة. في واحد الإناء غادي ندير الزبدة 115 غرام تكون بحرارة المطبخ، وغادي ناخد الخلاط الكهربائي وغادي نحاول نضربها مزيان حتى تولي على شكل كريمة. ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد 3-4 دقائق، وغادي نزيد عليها 40 غرام ديال الكاكاو اي جوج معالق
كبار مملوءه جيدا، وغادي نزيد نص الكميه ديال السكر كلاصي، وغادي نزيد شويه ديال الفاني، وغادي نحاول نطرب الكل. كيف ما كتشوفوا تنحصل على كريمه متجانسه. من بعد غادي نزيد الكميه المتبقيه ديال السكر كلاصي، ونحاول نطرب. كيف ما كتشوفوا السكر كيطير مع الطراب، كيدور بالجهد، مي معليش غير في الاول كنستمر في التحريك حتى كنحصل على كريمه متجانسه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا من بعد غادي نزيد معلقه ديال الحليب، وغادي نعاود نطرب الكل حتى غندخل ديك المعلقه ديال الحليب في الكريمه اللي حضرت من قبل، ونحصل على كريمه اللي هي متجانسه. من بعد ما طابوا لي كوب كيك ديالنا خرجتهم من الفران، كيف ما شفتوا انا درت واحد الموز في وحده باش نشوف واش طايبه من الداخل، لقيتها طايبه. كنخليهم حتى كيبردوا شويه، وكناخذ واحد البوش ادوي كنديرو في واحد الكاس طويل على هذا الشكل هذا باش ما كيعذبنيش، وكنعمرو مزيان، وبلا ما كنعمر الجناب ديال لابوش ديالي بالكريمه. كتجيني هذه الطريقه سهله ووريتها لكم بالنسبه للمبتدئات. كندفع الكريمه ديالي باش تهبط لتحت صافي، وكنبدا نزوق لي كوب كيك ديالي. كنبدا من الوسط وكنبقى غادي وكندور، كنحصل على شكل ديال الوريضه اللي تقدروا تكتفيو به، اولا الا بغيتو تزيدوا تعليهم ما عليكم الا تبداو تكملوا الدورات حتى الفوق، وتقدروا عاود تبداو من جناب الوسط وانتم غاديين كدوروا. والاشكال كاينه عديده ومختلفه على حسب الذوق ديالكم، تقدروا تبدلوا الراس ديال لابوش وديروا الشكل اللي بغيتو. انا نيت هنايا درت بزاف ديال الشكيلات باش نشوف معاكم اشكال مختلفه. المهم تتكملوا على نفس الطريقه حتى كتحصلوا على هذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا عندي هنا جوج الاشكال مختلفه، وغادي نزيد مازال واحد الشكل ثالث اللي غادي نقدمه معكم في الطبق التقديم باش تشوفوا الاختلافات في الاشكال، واللي كتبقى اختياريه على حسب ذوق كل واحد. من بعد كنزيد لاتوش فينال، كناخذ شوكولا فيرميسيل وكندير نزوق به شويه من الفوق، كندردرو عليهم من الفوق باش كتزيد هذاك المنظر، وكيعطي واحد المذاق ديال الشوكولا صافي. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كوب كيك وشوكولا اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما شفتوا انا حضرت اشكال مختلفه باش تشوفوا الشكل كيف كيجي ديال كل وحده، ولكم الاختيار كيف ما قلت لكم. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والاشتراكات وتفعيل الجرس بالنسبه للناس الجدد. ونبغي نشكركم من هذا المنبر للتتبع ديالكم والوفاء ديالكم للقناه ديالي، وتعاليقكم زوينه اللي كتخليو ليا واللي كتشجعني باش نستمر وباش نحضر لكم وصفات احسن واحسن ان شاء الله. نتمنى انني نكون عند حسن ظنكم. بسلام عليكم الى فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. بسلام عليكم.